السلام عليكم، انا كابتن عبده النينجا، وحشتوني والله جدا جدا جدا. جماعه اليوتيوب وناس كتير سالتنا على الترمندرين والنطيطه بتاعت الشباب وكده، فانا كل شويه بص دي اصليه كنا عاملينها، كل شويه تيجي الشباب بقى ايه بتتخرم، كل شويه تتخرم. وجبنا واحده تانية دي بتاعت الشمبات وكده، جبنا واحده تانية برضو السوسر بتاعتها بتقعد تطير وتعور الشباب وكده. انا بقى اخر اختراعات، يعني دلوقتي اخر اختراعات فكرت فيها ان انا اشيل دول، وجبت دول لكاوتشات عجله هي قديمه، جمعناهم من عند واحد، يعني اشتريناهم من عند واحد نصر وكده صاحبنا، يعني جمعناهم كلهم اهو، وان شاء الله ايه هنحاول بقى نعمل بقى نشوف دي هتنفع ولا لا. دي بقى لو اتعملت ونفعت ان شاء الله هتبقى كويسه لكل الناس، يعني يا رب الناس كلها هيعجبها الفكره دلوقتي، وهنعمل ان شاء الله ونرجع لكم ايه واحنا معاكم. يعني اللي باظت دي بقى اهي تعبنا احنا، كل شويه نجيب سوسه ونروح بقى نخترع لها، كل شويه برضه تبوظ تاني. الاسود دي كنت عاملها من ايام صلت الانابيب. موت بقى الحز ده اللي هي مكان ده عشان تقطعش عشان ما تقطعش
الحبه اللي طالعه ما تطلعش. دول بقى الحاجه اللي احنا هنعوزها ايه معايا ابو كباتن، دي الكاوتش اهو اللي هنعوز مقصه بس يا جدعان. شوف بقى احسن طريقه نعملها ايه هتبقى حلوه عشان يبقى مشدود. تيجي اول حاجه تعملها اكس كده، تمسك من عند البتاع دي عشان دي ما تبقاش ايه عن تحت رجل واحد من لعيبه ولا عيبه اهو. تكتب بقى لك اهو شد بقى اللمه الثانيه اول حاجه اهو، نظبط بقى ايه اول حاجه كده اكس كده. نعم بقى صديق كده اول حاجه. ثانيه بقى اهو خبر ايه اكس لما حطش قش صبعك كده من عند الكاميرا ايه ده؟ لا مقلوبة حط كده. سؤال يا جدعان، هنيجي هنا عملنا اكس اهو، ها
اهم حاجه في الاكس انا عملت زائد علامه زائد، هعدي بقى دي من تحت دي ودي من تحت دي، يبقى انا عملت هو نفس الكلام. مش هقطع في اتنين، ممكن اقطع لو هو مش قد، يا رب يقضوا، بس اهم حاجه الفكره تكون وصلت للناس يعني. اشد بقى كده اهو، هاجي بقى من هنا اهو، انا عملت كده اهو، عديتها دي. بصوا يا جدعان اهي اهي دي اهي، عديت دي من دي، واخلي المسمار اللي تحت عشان ايه؟ يبقى امان الاطفال اللي تلعب او الشباب اللي يلعبوا. شديته اهو، هنيجي بقى هنا عشان ده هي محور الارتكاز اللي هو بتاعها. خدت كده تمام معايا اهو، معايا خدت كده ادككها يعني كده، اشد بقى كمان من همه التانيه. كده شد بقى جامد، شد جامد كده، واطلع بقى من هنا ايه نفس الكلام من تحت اهو كده، مشدد لحد ما ابقى ايه مشدود كده. ناخد بقى كده اهو، اعدي كده تحت اهو، وانا شادد كده داني ماسك ايدي هنا عشان ما تمشي. حط بقى الهواء عشان مش تعمل معانا حركه دي، هبقى خرمه خرمه تانيه. اجي برده نفس الكلام كده بقى كده اهو، اخد من هنا اهو، عديت كده، شد بقى ايه عشان الدنيا كلها كده. تليفون يرن، فجينا نفس الكلام قدام اهو، شد شد الاول كده عشان يجيب حلو، بعدين ازرع، هاخد ازرع من الاول دي، الاول اللي تحت دي اهي كده، بعدين ازرق فوق دي، بعدين ازرق من تحت دي اهي. شد بقى كده ايه جامد بقى من هنا كده، هاجي هنا ناخد ايه نفس الكلام. عايزين بقى يا جماعة تجيب لهم إبزان كده تبقى الدنيا كلها، عايز بلاستيك هنا يبقى الدنيا جميلة، بس هو كده خلاص. طب بقى تاني كده أخش بقى في المكان اللي هو فاضي شوية، نفس الفكرة كده.
راح الدنيا تبقى فل، اقسم بالله تبقى باشا. الله اختراع الكوتش. اسف بقى هيخلصوا. قال بقى نعملهم اتنين بقى عشان يقضوا. كده ظبطنا الدنيا. كده لسه كام واحدة؟ لسه. هذا بقى كده ايه؟ في الفاضي بقى يا جدعان، الفاضي اهو. هنقص بقى يا جدعان بقى كده. احنا عملنا محور الارتكاز كله 100 100، النص اهو تمام ان شاء الله، بس عشان يبعدوا بقى عن بعض. لان الكاوتش انت تعمل خمسه كده، هم كل اللي معانا بتاع 10 15 واحده بس. هقص بقى، لما اجي اقص انا جايب الفرق مستعمله من عند حد، يعني عند واحد حبيبي يعني، تمام. فانا اشوف بقى لو فيها قطعه، فرد فيها قطعه هقص من القطعه، ما فيهاش قطعه هقص بقى ايه المسمار كده اهو كده. يبقى احنا مش عايزين المعلم ده اهو. وابتدي بقى اوزع بقى شغلي. اعمل بقى شغل ازاي؟ اجي هنا اهو اربط بقى جامد واحد يكون الشياط مش حلو كده واحد اهو وابط بقى اثنين بس. خد بقى ايه، خليه بقى على العريض اهو معايا، واخد بقى ده كده بقى. يبقى خدت كده فوق كده فوق اهو كده، خدت كده فوق، بعدين كده من تحت نص وشد كده اطلع بقى. خلي بقى عريض عشان يعمل معايا، يبقى معايا حلو اهو. كده اهو كده هيبقى اطول ما اعمل اتنين، بس اللي مش مقطوع احسن طبعا اهو. بس اهو ارجع بقى تاني هنا افتكك كده اطلع كده اهو. طب بقى من دون اهو كده انزل تحت اطلع بقى فوق واجي هنا اشد بقى كده نفس الرابطه دي اهو كده، وبتعمل كده وبتسحب بقى عشان ما تفكش. لما عايز بتنطط عليها ولا واحد شاب بتقيل ما تفكش. بس اللهم صل على النبي، الله اكبر. يعني ابتدى يظبط الموضوع، ابتدى يظبط ظبطه جامده.
شد جامد كده وابتدي برضه ارجع كده اذاكر بقى رجلي. خبها من هنا واحدة اهي نص كده نرجع تاني ده. والله حد اتصل بيا كتير يعني ناس اتصلت بيا اقسم بالله ناس اتصلت بيا كتير ناس في مصر وناس بره مصر وناس دول عربية يعني وناس حبايبنا. وفي بقى ناس بقى بتوعنا الصعايده والناس بقى اللي هي حتت يعني حتت اللي مش فيها امكانيات يا جدعان. وفي شباب عايز وفي ناس هنا مش زي حبايبي يعني مدربين كونغ فو برضه طلبوا برضه مني قال لك اعمل لنا فيديو عبوده انت دماغك عاليه في الموضوع ده. انا دي حاجه فخر ليا ان انا اعمل لاصحابي فيديو يعني والله او حد يطلب مني فيديو اعمل حاجه الحمد لله ربنا بوفق يعني ربنا جعلنا كده بنعرف نعمل حاجات يعني. الفكره دي والله ما عملتها من على النت انا اقسم بالله انا اعملها ولا شفت حد اجنبي عملها اقسم بالله ولا اي حد. بس انا بقول يعني بنجتهد كده ان شاء الله ربنا يوفق يعني وربنا يجعلها في ميزان حسناتنا يا عم والناس كلها تستفاد يعني ربنا يجعلنا من اللي بيفيدوا الناس يا رب. بعد أطول ثانية هنا هنا اهي الدنيا راح تظبط والله قسم بالله الدنيا راح تظبط يا عم وبقى تبقى كلها هيا تعبنا كل شوية بنشتغل ونروح نجيب مسلسل نشتغل بيه نجيب مسلسل قلنا لا بقى مش عدى بقى شوف انا عندي ثلاثة زي دول عايزين نعملهم حتى يبقوا تخسيس بقى للناس اللي بتخس بتاعها الناس اللي بتتدرب جنبات بقى وزان اطلع يابا ما تخافش راح تبقى فلة اقسم بالله هتبقى اختراع يا كوتش شباب بيقولوا عايزين يا كابتن عبد الله اشرب مندرين جديد قلت والله هفاجئكم النهارده خميس اهو يوم السبت ان شاء الله تلعبوا عليها رجاله باذن الله وعيدك من على الكاميرا كابتن جمال ايوه بسم الله الرحمن الرحيم كده احنا بنقي بقى الموقع اللي عايزين نشتغل فيه اللهم صل على النبي يعني والله لو اربع فرق خمس فرق كمان هتظبط الدنيا بس الله غير بقى ريشه اللهم دول عند الله راح اجيب بقى فرقة عجل جديد انا بقى معروف على الكابتن عبوده النينجا ان هو بيعمل بقى الحاجه باقل الامكانيات يعني عشان دي تبقى متاحه لكل الشباب بس يا رجاله لو انت في الصعيد بقى ولا بره مصر ولا في سوريا ولا في العراق ولا اي دوله عربيه يعني الناس حبيبنا بالذات بتوع الاردن بحبهم انا والله بتوع العراق جامد بالذات العراق دي حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله انت دلوقتي لو عندك فرد الكاوتش الكبيره بتاعت بندزر يعني البندزر بشيل الرمله ده هتقطعها بالصاروخ وتعملها الفكره دي انا لو عندي لو عندي فرده والله اعملها بس مفيش هنا الزقازيق صعبه شويه في العاشر وفي الحتت اللي فيها مصانع مش صعبه اما هنا لا صعبه 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 بتاعت اللودر ده انا دورت ما لقيتش الناس بياخدوهم هنا بيعملوهم بتوع ملاعب الاطلس اللي هم الكوره والخماسي والكلام ده هي قصه كده كلها الحمد لله بانت الحمد لله بشكر الله يعني بانت ان انت هتعمل ايه هتعمل نفس القصه ما عندكش الحلق دون هتعمل فردة سكانيا بتاعت عربية نقل
كبيره بتاعت لودر بتاعت لو انت راجل ليبي بقى وانا الليبيين دول قلب يعني بتاعت تشيك بنديزر اشتغل عليها هتبقى الدنيا جميله يعني. يا رب اشوف ليبيا كده يا فريد باكوري اللي هناك انا متابعهم حبايب قلبي يعني دول ناس بقى يعني اللي هم العيش والملح يعني. وانا فرحان جدا والله بالشباب اللي بيلعبوا باركور في ليبيا. اللهم صل على سيدنا محمد اهي الدنيا ابتدت تبان هتبقى جميله. اللهم صل على النبي اهي الدنيا بقت ربنا مسخرها معانا والله. بس يا عم الصلاة على النبي الصلاة على النبي الصلاة على النبي صلى على النبي والصلاة على النبي يعني ما شاء الله ما شاء الله ماشية زي الفل يعني معانا الدنيا الحمد لله. ما شاء الله ابتدت تظبط جامد اهي راحت تتقفل كلها من النص تبقى الدنيا كلها ان شاء الله تقفل. كده بص والله بقت فل والله بقى تقول الشباب هتفرح ان شاء الله بالبتاع ده الشباب بتوع ان شاء الله اللي بيتدربوا معانا هيفرحوا بيها باذنك يا رب باذنك يا رب يعني. البدلة بقت لبس وش والله غالب هي اللي ما بتحب في دماغي بعملها على طول وقتها بقول بقى اروح واجي وبتاع واغير وكده اقسم بالله طب نسيت اللي هي هتعمله. عرض بقى خليه بالعرض كده عشان يستر معاك بقى حته كده. اللهم صل على سيدنا محمد استعيد مية مية.
سبب التدخل. مثلا حاجة اللي هي مستقلة، كل واحدة مستقلة بذاتها كده، عشان لو اتقطعت واحدة ما تقطعش كله، اللي اتقطع تغيرها برضه، الكاوتش عادي تغيرها. آخر واحدة معانا اهي، شو عندك برد الكاوتش كده زي دي كده؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، 100 100 كده يعني اخترعها كل شيء. عايز حبه كمان بس كده، اللهم صل على سيدنا محمد ولا نحلم بيها. نرجع تاني نقفلها بقى، تبقى الدنيا كلها
القصه دي كنا عاملينها عند واحد حبيبنا الله يبارك له محمود، كان عاملها بضمير ولا بلا 11 سنة. اللهم صل على النبي يعني. اقسم بالله الصراحه كنت نفع مية مية والله. لسه يا جدعان هنقفلها بس البتاع خلص. اللهم صل على سيدنا محمد يعني. والله انا فرحت ان انا جيت اعمل حاجه تنفع الناس وان شاء الله تعجبكم كده وحاجه كويسه. اقسم بالله يعني يا جدعان دي شباب المدربين وبتوع الباركور وبتوع النينجا والناس دي، دي احسن اختراع اخترعناه النهارده اهو. يا رب يجعلنا في ميزان تعبنا شويه اهو، يا رب الشباب يفرحوا بيه اللي معايا في الصاله. وان شاء الله في فيديو تاني تكمله لدي، في ثلاثه عندنا ان شاء الله نعملهم كده ولسه هنقفلها، لسه هنقفلها هنقفلها كلها بس البتاع خلص. بتاع تمام يا جدعان اهي حاجه يعني. بص اقسم بالله حاجه كلها، اقسم بالله حاجه كلها، حتى الواحد لو بيتدرب عليها كده حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد. رايكم من يا جدعان؟ ودعمونا يعني، قول رايك في الفكره حلوه وحشه بس علقوا يعني. مش هلاقي الفيديو واخد مشاهده وخلاص، مش عايز مشاهده وخلاص، انا عايز الناس. والفكره اللي عجبتك اعمل مشاركه عامه، ممكن توصل لواحد، واحد مصري غلبان، واحد عربي قاعد في دوله بعيد. يا رب تعجبكم ان شاء الله. بكره نكمل فيديو يوم السبت مع الشباب ونشوف راي الشباب ايه وحلزنقوني والناس دي. وكان معكم الكابتن عبود النينجا. صح يا مصر، شيروا بقى يا جدعان واعملوا مشاركه. السلام عليكم. فعلوا القناه يا جدعان، عشان لما تفعلوا القناه هتحمسوني ان انا اشتغل والله. يلا صح يا مصر، السلام عليكم.